لكن لا ننسى أن الولايات المتحدة أيضا فرضت عقوبات على الطرفين. كيف تفرض عقوبات على الطرفين ثم تطالب الأطراف بالعودة إلى الهدنة؟ دي سخرية الأقدار. مناسبة العقوبات دي مش مضحكة، هي يعني بالذات بالنسبة للذين لا يتابعون المشهد السياسي بصورة واضحة. أنا أقول لك معلومة قد تستغرب، إنه العقوبات التي فرضت هي على الجيش وليس على الدعم السريع. بالتفصيل الآتي، أول شيء الشركتين تم فرضهم العقوبة على شركة الجنيد. شركة الجنيد دي كان أصلا قبل كده فرض عليها عقوبات أمريكية سابقة لممارسات كانت غير يعني مقبولة من الولايات المتحدة، وعلى ضوء العقوبات تم تجميد هذه الشركة وتحويل المنتسبين لهذه الشركة تحت أسماء أخرى. يعني هذه الشركة موجودة اسما فقط وليس عندها أي يعني فعل على 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 على, على, على الأرض، والولايات المتحدة تعلم ذلك لأن هي كانت تأخذ العقوبات السابقة. نعم. وتعلم إنه ناس حميتي غيروا الأسامي كلها وعملوها بأسماء أخرى بعيدا عن شركة الجنيد. الشركة الثانية هي عبارة عن شركة بتاع السمسرة، وهي بين شركة تايوتا في اليابان وجهات عديدة تقيم في الأمارات. نعم. وهي تقوم باستيراد العربات ذات اللاند كروزر من اليابان لحميتي، فبالتالي ما عندها أي وصول عشان يتم تجميد. هي شركة فقط بتاع السمسرة. لكن مع هذا كل الكلام ده أقول لك إنه قبل فترة طلع قرار من البرهان بتجميد أو يعني مصادرة كل شركات الدعم السريع لصالح حكومة السودان، وتجميد كل الأموال بتاعة حميتي في بنك السودان أو في البنوك الموجودة. فبالتالي هذه الشركات ملك لحكومة السودان. نعم. هي ملك ما عند الدعم السريع. وبالمناسبة دي ده مربط الفرس، وده الإدراك الحقيقي للوقوف الأمريكي بصورة مستميتة لإحياء الموات بتاع حميتي. ولن تستطيع في تقديري يعني مهما يعني تريد من 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 من, من عمل. وأديك من الشعر بيت. هذه المسألة وراها ثلاثة في الإدارة الأمريكية يديروا هذا المشهد في السودان. فيكتوريا اسمها فيكتوريا، وهذه الفيكتوريا هي وكيلة وزارة الخارجية. نعم. معاها مولي في، وهي مسؤولة أفريقيا في العلاقات الخارجية، مع جون دوغفري واللي هو السفير بتاع الولايات المتحدة في الخرطوم. هذا الثالوث هو الذي يدير المشهد الآن في السودان. وأصدق القول إنه الكونغرس الأمريكي غير راضي عن هذا الذي يجري في داخل السودان. مش كده، حتى الصحيفة أو المجلة الأساسية التي تتكلم باسم الخارجية الأمريكية واللي هي الفورين بوليسي، انتقادات ما تتخيل قدر شنو لهذا السلوك الذي يجري الآن في السودان. وبيفتكروا بالذات لمقال فورين بوليسي إنه أمريكا هي السبب في كل الفشل الذي وجد في السودان نتيجة للإدارة الفاشلة لهذا الثالوث بهذه الصورة. نعم. وتكلم الكونغرس يعني مجموعة من أعضاء الكونغرس سواء كانوا الجمهوريين أو سواء كان الديمقراطيين المؤيدين للحكومة بصورة ناقدة لهذا السلوك لهذه المجموعة. ويعني المشكلة حتى بعض التقارير المهمة اللي بتطلع حتى من وزارة الخارجية يتم حجبها بصورة كاملة عن وزارة الخارجية أو عن وزير الخارجية بلينكين. فللأسف الشديد إنه هذا الملف هو بهذه الصورة وما حيمشي كثير في تقديري. نعم. نعم. أنت تقصد هنا النقد كان لفشل الولايات المتحدة في تحييد الجيش منذ البداية وإنهاء هذه المعركة وسيطرة الدعم السريع. تماما. يعني يتكلموا هؤلاء بأنه الولايات المتحدة كانت تدرك بالذات النقاش الذي دار في الكونغرس إنه التنافس الذي كان بين البرهان وبين حميتي والتحشيد الذي يتم مآلاته الحرب. نعم. فبالتالي لم تتدخل، وكان بيتكلم بصورة واضحة جدا إنه هذه المجموعة بالذات مو كانت ضد فرض عقوبات شخصية على البرهان وعلى حميتي، لأنه كانوا بيعتقدوا إن هذه العقوبات يمكن عندما تكون بصورة شخصية على حميتي وعلى البرهان يمكن أن توقف يعني هذا السلوك. لم يفعلوا ذلك، بل كانت مولي هي ضد هذه المسألة. مش كده، يعني الإدانة من 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 الفورين بوليسي
نعم. تعتقد او الكاتب في الفورين بوليسي بيعتقد انه يعني اجهاض الديمقراطيه في السودان كانت بفعل هذا الثالوث والذي كان يصر بوجود حميتي والبرهان في المعادلة السياسية في السودان ابتداء من الوثيقة الدستورية والتي تم التوقيع عليها بواسطة القوى الثورة زائدا الجيش واللي وقع عنه حميتي. فالمسألة الثانية إعادته مرة أخرى عندما جات مولي للسودان شخص بصورة شخصية وضغطت على حميتي والبرهان وعلى قوى الحرية والتغيير إنه يجلس مرة أخرى. فده التصور للديمقراطية التي تريد هذا الثالوث في داخل الإدارة الأمريكية أنه لابد أن يكون الجيش في 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 هذه يعني مساهم أو عنده وضعية مميزة، وبالتالي كانوا ضد إيقاع أي عقوبات على حميتي وعلى البرهان.